يمكن انت بالجامعة. وصلوا بطاقات الدعوة، رح افتحن وشوفن. قلبي عم بدق. عم افتحن. فتحتن. محمد طالعين بياخدوا العقل كتير حلوين. عن جد برافو عليهم الشباب. ها اتصلت امي مرة تانية ومصرة الا بدها تيجي قبل العرس باسبوع، يعني ما بصير الا تتدخل بكل شيء. الباي وصلوا. الف مبروك. شكرا كتير، طالعين كتير حلوين. ولو ما عملنا شيء، هذا اقل شيء بنعمله لرفيقتنا. شو خلصوا؟ ايه هاتي لشوف. ها وانتي يلي دفعتي كلفتهم؟ لا طبعتهم بمطبعتنا بنص السعر. منيح والله، انت بتطلع روحك بالشغل. سابقي ليكي لا تبلشي هلا. عأساس رح يشتغل لما بيرجع، شو صار معه؟ شو يعمل؟ لسه ما خلصت الدكتوراه تبعه. يعني رح تتجوزوا وتعيشوا على حساب ابوه ولا رح تعيشوا على حسابك؟ لا طبعا رح يشتغل، بس انت شو ما عمل ما رح تحبيه. الوكالة ما بتكبر بالقعدة والنوم، ما هيك يا شباب؟ الزبون بيقول بدي يشوف الشغل بآخر الأسبوع ونحن شو عم نعمل؟ تقتقى ومكمكة. ماشي، بلا ما نطول عليه منقله دغري ما بيطلع بإيدنا هالشغلة، أحسن شي ساوي يروح على وكالة تانية. ما هيك أستاذ الباي؟ لا أستاذ بورا، نحن قلنا بلا ما نطالع شغل على الفاضي، وقت بيجي الزبون بيصير بيقلنا. لا تبلش تتحجج مشان الله، وقت بدك بتعمل العجايب ووقت بدك بتطنش. نحن جايين على عرس معالج نازل. سحب معك خلص بقى. ما بقدر، جايين ناخد بنت من عند اللي قتلوا جوزي وعم بتقوليني مسحب موهك امي. اذا ما اخذنا هالبنت رح ينشف دمك. اسفة كتير على التأخير استاذ. ايوه وينك لهلا انسي مجدة؟ كنت عند زبون استاذ بورا، اجتماع مشان الشغل تبعه، محله بعيد شوي. انا هلا رايح وبعد ساعتين بدي اشوف كل الشغل، سمعانين؟ شو في شي؟ ما بعرف في شي؟ شو هذا يا؟ انا عم تزور. شو هي مجنونة؟ شو؟ شلون طالع أخوك حلو؟ طالع حلو كتير يا. يا خسارة يا أخي كمال، يا خسارة. شو في أختي؟ شلون بدك تتطلع بوش ابن أختك؟ آه؟ كيف قلبك طاوعك تحط بحضنك أختي اللي يتم ابن أختك؟ رح تبوسها ما؟ رح تبوسها؟ نازان أنا بحياتي ما رح أسامحك. بكفي. ماما ليش هيك عملتي؟ إذا ما بتقدري تكوني أخته يلا روحي من هون. يا
غيرها بعشيرة مورا؟ قلت لك هيك ما بصير. عم اقول لك هالجوازه رح تفور دم اختك. لا تقول اني ما قلت لك. محروق قلبي صواش، محروق قلبي. معك حق، بس ما في طريقة تانية لنوقف. يعني ليش هي البنت؟ ليش أختي اللي قتل جوزي؟ ليش؟ خلص عادي. هيك صار، ما بقى يطلع بيدنا شيء. هي البنت رح تجيب لنا النحس. بكرة بتشوف سواش، رح تخلص علينا كلنا. شو كتبتهم كلهم بإيدك؟ شو مندفع مصاري على هي كمان؟ يا روحي أنت، والله ما بيهون علي فيك. إمتى بتطلعي؟ رح أجي أخدك. يمكن بعد ساعة أو ساعتين. رؤيا؟ حلو كتير. هاتي أنسي ياسمين. يعطيكم العافية شباب. شو شايف في بيتزا؟ شو يعني؟ يعني إنه بقيانين اليوم هون لحتى نخلص. الصباح رح يكون كل شي جاهز، ما هيك؟ طبعاً أكيد. يلا نخلص الشغل. هاي انت حطيتي على طاولتي؟ يعني رح تتجوزي عن جد؟ اي، وهي بطاقة العرس تبعي. هاي ما بتعني شيء. يا ما شفت بطاقات انشقت بآخر لحظة. ليش عم تحكي هيك؟ دخيلك لا تهتمي، ما قصدي شيء. عم خبص لأني أنا مرتين كنت رح أتجوز وبطلت. ومثل ما انك شايفة بعدني عزابي. بتمنى لك السعادة. شكرا كثير. أكيد رح أجي على عرسك. منتشرف. وأنا شو علاقتي؟ بكرة أكيد بدي أدخل على الاستديو. لسه ما خلصنا الشغل، ما بصير إلا ما يعصر. أنت تشيتشك مورا بنت أحمد، حسب قانون الأحوال المدنية هل تقبلين الزواج من كمال بالدار دون ضغط من أحد؟ العروس بعيد من جديد، حسب قانون الأحوال المدنية هل تقبلين الزواج من كمال بالدار دون ضغط من أحد؟
تقبل. شو هاد لون الخلفية؟ ولا يهمك، دايما عنا بدائي. تفرج. يعني جرب الأسود كمان؟ الأسود؟ بس الزبون ما بده. ما بده؟ من إمتى الزبون إله رأي؟ شغلنا ما لازم يكون على كيف الزبون، نحن يلي منخلي الزبون يعجبه شغلنا، ما هيك؟ هلا بجهزه. الباي وفريقه بيبقوا والباقي كلهم ينصرفوا، نلتقى الصبح الساعة 8. شو بدك تعمل؟ شي عجيب يعني. ارجع بلش فيهم من اول وجديد. انت لهلا هون؟ ايه. تاخر الوقت، تعالي لوصلك على البيت. بس لسه ما خلصت. يلا تعالي بتخلصي بالبيت. يلا. ايه هات لنشوف، ان شاء الله تكون تعلمت شنو بصير الشغل هون. ما بيجي لي كتير، عم بتعلم. ايه تعلم بسرعة ابني، نحن محتاجين لك. رح ترجع دغري على ايطاليا؟ لا مو دغري، بالاول رح تروح على بودروم. سياحة؟ ايه سياحة. والله بيطلع لك هذا ابني. شبع شبع مو على الفاضي، بعدنا على امريكا ودرسنا. صواش. اهلين عمر. اهلين سواش. يلا لعند الشباب. شناي هون؟ ايه هون هون. مع السلامة. سواش اهلا. شو اخبارك؟ اهلين. لك وينك يا رجال؟ نايمة ولا عم تشتغلي؟ عم راجع خطة الإعلام. منخلصها الليلة، لا تشغلي بالك. منروح لعندك ولا لعندي؟ منروح لعندي أقرب. شو لك شغل ببيت طيور الحب مجدة؟ روحوا لعندك. ما نحن قاعدين بنفس البيت أستاذ بورا. حاليا العريس قاعد بالبيت لحاله. كيف يعني؟ محمد قاعد بالبيت اللي استأجره مشان ما يدفع أجرة بيتين، وياسمين رح تروح بعد العرس. يعني أنتي مانك عايشة مع خطيبك؟ لا لسه. طيب ليش؟ هدول دقائق قديمة أستاذ، ما بيعدوا بنفس البيت قبل الزواج. خلاص بكفي. والله بدنا اياك شوي. ماشي خلاص.
ليك شوف العروس. نعست كتير. مددي شي ساعة على الكنباية. لا بعدين بتروح علي نومي. مين جايب هالوقت؟ حياتي محمد حبيبي والله أنت مجنون، معقول تجي بهيك وقت؟ ومو معقول تروح حبيبتي جوعانة ما هيك؟ إيه يلا فوت. مفاجأة مجدة؟ لو قايلة انه مجدة عندك كانت جبت بيتزا اكبر. ايه مو مشكلة بتكفي، لروح جيب صحون. شو يا؟ تفاجأت لما شفتني؟ شو عم تعملي؟ خلص مجدة، قلنا لك خلصنا، لا بقى تعملي هيك حركات. تفضلوا، يلا لشوف، أنا جوعانة كتير. والله تعبتي كتير يا حبيبتي. يلا خلينا نبلش. شوفي قديش صاير البيت حلو، ولسه لو بتشوفي البيت اللي باسطنبول. يمكن هلأ عم تتباهى بحالك، بالأخير أخدت بيتارك. دار شو تشيشك؟ طول هالسنين عم تستنى هاليوم، ما هيك؟ طول هالسنين عم تستنى تطلع علي هي التطليعة. شو عم تحكي تشيشك؟ شو استنيت؟ لا تعمل حالك مو فهمان، مفكرني ما بعرف ليش نقيتني أنا بالذات مع أنه مليان بنات بعشيرتنا؟ ليش نقيتك؟ لأني وقتها رفضتك، قلت لك بفضل موت وما باخد ابن بالدار المدلل، وحكيت حكي كتير غيره. ليش عم تفكري هيك؟ شو نسيت؟ مو قطعت لي طريقي وقلت لي رح تكوني إلي ميتة ولا عايشة، حبيتيني ولا ما حبيتيني؟ يلا تفضل نفذ اللي قلته. ماشي رح نفذه. أنا كمال بالدار، كمال بالدار. اجينا لهون بالصيفية يلي انت رحت فيها على امريكا، اجينا لهون السياحة. انا كنت حامل باران وكنت اكل على طول، يا الله ما كنت اشبع، زاد وزني 27 كيلو، تتصور؟ وبعدين نزلت 30 كيلو بعد ما مات مزفر ودفناه. انت بقيت الغصن الوحيد اللي متعلق فيه صلاج، اخي اللي ما في مثله، درس وتعلم، رجال طيب، والعيلة اللي رملت اخته. نظام انا ما كنت بعرف، ما كنت بعرف مين رح يتجوز اخي. اتصلت امي وقالت رح نجوز اخوك وتعال على العرس. ليش ما سألت مين رح يتجوز؟ لاني ما رح اعرفها، من سنين ما اجيت، من وين بدي اعرف؟ من وين بدي اعرف انها بتكون اختي القاتل؟ ولو عرفت، لو عرفت كنت بتعارض؟ اه كنت بتقله لابوك كله الا هي البنت؟ كنت رح تقول؟ أختي التار شغلة فظيعة،
انت كمان بتعرفي هالشي. طبعا لازم يوقف الدم، وشلون ما وقف يوقف، وشو ما كان الثمن، وضع اختك ما بيهم حدا. نظام استني. اختي لو بعرف انك رح تتألمي كل هالقد. خلصت، ما بقى قادر اشتغل اليوم، بكره بكمل. لك استني، ما بقى كتير، بكره بكمله بالمكتب. يلا انا رايحه. وقفي وقفي، رح اطلب لك تاكسي. لا ما في داعي، هلا باخذ تاكسي من الطريق. بخاطرك محمد. نيالة هالبنت ما عندها ولا هم. ايه اتركني خليني اخلص شغلي محمد. يلا خلينا نفوت لجوا. لا ما رح نفوت اكيد. الله يخليكي. لا تخبص، شو صار لك انت؟ ياسمين انا عم احكي عن جد، ما عاد اتحمل، ما عم تفهميني؟ بس حبيبي نحن متفقين مو؟ كم يوم يعني بقي؟ كلهم كم يوم ومن الجو؟ من الموضوع كم مرة بدنا نحكي فيه؟ ما بيهمني، بدي اياكي وهلا. اذا بتريد خلص. اوف، بتعرف قديش عندي حساسية بهذا الموضوع؟ حكيت لك كل شيء من قبل ما هيك؟ شو؟ ما بقى فيك تستنى كم يوم؟ طيب ماشي. اوف هلأ فهمت، انتي ما بدك يعني. محمد خلاص الله يوفقك، لا تقول هيك وتزعلني منك. يعني مفكر انه انا كمان ما بحب نكون سوا؟ إذا بدك تكوني معي مين اللي مانعك؟ فهمني حبيبي، بترجاك فهمني شوي، بس 10 أيام. منيح ماشي. 10 أيام تانيات، هلأ رح روح وإنتي خلصي شغلك ماشي؟ يلا شوفك بكرة. ماشي. جاكيتك. ها تشيشك. بس اختي معها حق ماما، ليش ما قلتي انه ما لازم ياخذ هاي البنت؟ قلت بس ما حدا رد. طيب بابا شو قال؟ ليش ما اعترض؟ هي البنت اللي لازم ناخدها، لأنه إذا أخذنا بنت بعيدة عن العيلة رح يفكروا أنه عم ننتظر شوي مشان نرجع وناخد بدارنا. ماما شفتي لي تشيشك؟ ليش ما كانت معك؟ لا العروس هربت من أول يوم؟ ماشي ماشي تسلم.
جابك لهون؟ كمال اترك ايدي. يلا امشي معي. اترك ايدي. يمكن لهلا ما فهمتي، انت مرت كمال بلداري يا بنت، مرته. تركني تركني يا عم، بصرخ. تشيشك، بتعرفي اذا هلا بوصيك بيكون عندي الاسباب اللي خلتني اقتلك، لانك هربتي من عندي. اترك ايدي. شو هالحب يا انت؟ حولت حياتي لجهنم، بتعرف؟ انت لسه ما شفتي جهنم، بس رح فرجيك اياها. لا تاكلي هم. روح على ما بخيلك ركبه. انا كنت رح صير معلمة. الشي الوحيد اللي كنت بتمناه كله بسببك انت. انت دمرت لي حياتي. تركني بحالي، الله يخلي. تركني الله يخلي. ليش عم تطلع هيك؟ ما في شي. احكي منيح مع الولد. ليش سؤالك؟ ماما مرت خالي عم تبكي. تبكي؟ شو بعمل لها يعني؟ ان شاء الله بتضل عم تبكي طول عمرها. كله تمام بإذن الله. يا أغا، أنا رح أنزل وروح دغري على المصنع. المصنع ما رح يهرب يا أخي، تعا البيت اشرب لك فنجان قهوة بعدين بتروح. ماشي. سلامي. الله يسلمك. خلينا نقعد ونراجع الحسابات مثل ما بدك. شهر على السلامة. الله يسلمك يا بنتي. جيبي لنا قهوة. تأمر أمر. يلا كدي أوام. الحمد لله على السلامة يا خانم. الله يسلمك. إلهام، أشرف، طالعوا الصندوق على غرفة العروس. تأمري أمر يا خانم. تفضلي. يلا حميل معي أشرف. انت ما رح تحط عقلك براسك؟ طمنيني، انت مبسوطة أمي؟ ها؟ جبتوا بنت النحس لعنا، انبسطتوا هلأ قليلي. اسمعي بنتي، انت عشتي فترة سباكي بالبلد وبتعرفي تمام شو يعني التقاليد والدار. امي، انا سألتك سؤال. ماشي، خلصت قضية الدار، بس هلأ انت مبسوطة؟ لا، بس انا مستعدة اعمل اي شي وضل ضحي لآخر نفس من انفاسي وما دخل واحد من ولادي بقضية هالدار، ووقتها بكون سعيدة. هلأ فهمتي؟ طبعا.
كل شي عندك ولادك ما هيك؟ أما أنا مانك حاسبتيني بنتك. وين بتحب نحطه كمال بيك؟ تشيك وين بدك يحطوه؟ قلنالكن عدلوه رحتوا عملتوا شعار ماله علاقة. شو أنا طلبت منكن شعار جديد لتطلبوا مني المصاري أستاذ بورا؟ موظفينك عم يشتغلوا على كيفهم وبدون ما حدا يطلب منهم وبعدين بتطلبوا مني المصاري. انتوا عملوا اللي طلبتوا منكن وبكفي. فهمت عليك سينان بيك، يمكن صار سوء تفاهم، أنا بحلها ولا يهمك. مع السلامة. وين مجدة؟ راحت شوي على الإذاعة، في عندها شغلة صغيرة هنيك. مرحبا. أنت مرة تانية مجدة؟ ما بدك تخليني فوت لجوا؟ لما بفوتك لجوا بنعرف شو بيصير. نحن شو حكينا؟ ما قلنا خلصنا؟ الأسبوع الجاي رح أتجوز، رح أتجوز. لبقى تجي لهون؟ شو هاد؟ هذا شغل كيمياء آيس. كيمياء آيس؟ طيب هذا الشعار شو؟ الشعار الجديد. مين طلب منكم تعملوا شعار جديد؟ ليش كل واحد بيشتغل على كيفه بهالوكالة؟ ما عم نشتغل على كيفنا أستاذ بورا. أنا نبهتكم 100 مرة أنه الأقسام بتنسق بين بعضها، ما هيك؟ سيفكي؟ نعم. كل الوراق اللي انطبعت بالشعار الجديد لآيس للكيماويات بتطلع كلفتها من عنا، يعني بتطعيهم من الرواتب، وإلا بتقلعي المسؤول عن الموضوع من الشغل لهون وبيكفي. بس لو تهدى شوي. ما بحسن، وآيس للكيماويات نايم لي على 47,000 ليرة، شلون بدي اهدى؟ ليكي مجدة، أنا عم بحكي عن جد خلصنا. ماشي، آخر مرة. دايما بتقولي آخر مرة وبترجعي بتجي. كنت لا تدخلني لجوا. طلع فيني، بس ما تكون عم تعاني من عذاب الضمير. طبعا عم عاني، الأسبوع الجاي رح أتجوز، يعني ماني حيوان كل هالقد. لا حشاك، والله والبنت انقطع نفسها من الشغل لتشتري غراض مشان تلحق العرس. تسلميلي والله، ريحتيلي ضميري كتير. بس ما كنت تشتكي لأنها ما عم تسايرك؟ وبرأيي معك حق. خلينا نسكر هالموضوع ماشي؟ يلا روحي بقى. أعطيني بوسة لآخر مرة. لك روحي، هلأ بتجي ياسمين. ياسمين هلأ راحة على المطار، بتكون وصلت. خطيبتك رح تغيب 3 أيام. شو قلت؟ قلت لك لا. أنا رأيي ما بتفرق إذا رحت أنا ولا أزرة، مزبوط؟ وهي أخذ الفيزا كمان وبتعرف كل شي. لا تحكي كلام فاضي ياسمين، بقيت 3 ساعات للطيارة، بدك إياه بهذا الوقت يغير مندوبة المبيعات؟ مو شايف الأستاذ بورا كيف معصب على الأخير؟ هلأ بيحاكيني شي كلمة بتهز البدن ما بتحملها، ليش ما عم تستوعبيه؟ تهدى أعصابه، بس يركب الطيارة بيصير مثل الملائكة. الله يوفقك بعتي عزة، ما بدها غير تغيير بطاقة، قاتلي حالة على الروحة. انتي روحي احكي معه، قولي له مو رايحة معكم. أنا رجعت وبدي أعرف المسؤول عن هاي صفية. ماشي بورا، بس تعلق على شغلي ما عاد تخلص. انت ليش مو جاهزة؟ طالعين بعد ربع ساعة، يلا. هلا بحضر حالي. يلا قولي له. عم يقولوا عنه انه احسن استوديو بلندن، بس ان شاء الله نتفاهم معهم. ماشي، نلتقى هنيك. ايه خليهم يبعتوا لي ايميل بالتقرير قبل يوم الثلاثاء. ماشي. ايه يلا تشاو. استاذ بورا. نعم. عم بسمعي. انا اسفه كتير، نسياني جواز سفري بالبيت. الحقيقه كنت بدي اقول لمحمد يجيبه على المكتب، بس انشغلنا طول النهار ونسيت. ماشي مو مهم، بتصير هيك شغلات. حقي، وقف عند اول موقف تاكسي.
شكرا كثير، هلا بروح على البيت بجيبه وبجي فورا، ما بتاخر عليك ابدا. لا تتلبكي، معنا وقت، بنلتقى بالمطار. شكرا كثير، ما رح اتاخر. يلا خلينا نروح. روح من هون لو سمحت. نتجوز بعد اسبوع؟ ياسمين، ياسمين هي غلطة، والله غلطة. وانت مجدة، هاي هي صداقتك؟ أنا اجيت مشان خلص وفجأة. شلون بتعملوا هيك فيني؟ شلون قدرتوا؟ شلون؟ شلون قدرتوا تعملوها؟ ياسمين شو ما قلتي معك حق، بس بترجاكي اسمعيني بس. شيل ايدك عني. أنت يلي أجبرتيني. كم مرة قلت لي خلينا نكون مع بعض؟ ما عم صدق. لا ومع رفيقتي بالشغل كمان، بالغرفة اللي رح أعيش فيها أحلى ليلة بحياتي. يا ربي أنا عم أحلم ولا شو؟ الحق عليكي، لو خليتيني أقرب منك ما اضطريت أعمل هيك. خلاصي يا ندل، كل يلي طلبته منك شغلة واحدة، شغلة واحدة بس، وأنت وعدتني تلبي لي إياها. قلت لك إني وعدت أبي إنه ما خلي حدا يقرب علي قبل الزواج، وأنت وافقت، وقلت لك اصبر شوي. هذا هو حبك إلي؟ هذا هو جزائي لأني حبيتك؟ نقدر ننسى هالغلطة، صدقيني كانت شغلة عابرة. سكوت! خربت كل شيء، خربت كل شيء. أنا شلون حبيتك؟ خربت كل شيء، لك أنت خربت لي حياتي. ما بقى، مو هذا اللي كنت عم استناه، مو هذا اللي عم استناه منك. لك هيك بتكافيني؟